بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي. هنبدأ النهاردة مع بعض Unit 3 Creating Site Pages. من أول هنا هنبدأ نشتغل فعلا في الويب سايت بتاعنا ونشوف إحنا محتاجين إيه. طيب نعمل فيجن سريع كده على اللي كنا بنقوله قبل كده. إحنا كنا بنقول إن إحنا بنعمل ويب سايت. نوع الويب سايت ده Static ولا Dynamic؟ بنعمل Dynamic ويب سايت. ايه الكونتنت اللي انا هعرضها جوه الويب سايت؟ هعرض كمبيوتر ديكشنري، او بمعنى اصح الستريتد كمبيوتر ديكشنري. كمبيوتر ديكشنري مصور. هيبقى فيه ايه الديكشنري؟ هيبقى فيه التيرمز او التكنولوجي تيرمز الموجوده حوالينا، زي يعني ايه سيرفر، يعني ايه بي سي، يعني ايه كمبيوتر، يعني ايه ماوس، كل الترمينولوجيز الموجوده حوالينا هنعمل لها definition in English و translation in Arabic، ونحط لها كمان صورة علشان يبقى dictionary موجود لكل الأعمار. طيب نبدأ كده نشوف الويب سايت بيجز فيها ايه. ده اول احنا كنا شفنا البيج دي قبل كده، بس يعني انا حابة اذكر الناس بالبيجز بتاعة الويب سايت. احنا قلنا قبل كده ان هما هيبقوا 8 بيجز، تمام؟ دول المين بيجز الاساسيين اللي احنا هنتعامل فيهم، ولسه في بقيه البيجز ان شاء الله هنشتغل فيهم حاجه النهارده. بقيه البيجز بقى الهوم بيج، عندك الهوم بيج طبعا دي البيج الرئيسيه اكيد، الهوم بيج تمام، وخارج منها الاد والديليت والاديت. ايه وظيفه الثلاثه دول؟ الثلاثه دول خاصين بالديزاينرز، ماشي بينا احنا كديزاينرز، اوكي، خاصين بالديزاينر علشان يبدا يعمل انسرشن للداتا اللي هتخش جوه السيرفر. يعني انا هعمل اد للتيرم من الويب بيج دي، الداتا اللي هتدخل جوه السيرفر. فين جوه السيرفر؟ على داتا بيس، تمام. طيب الديليت والاديت الاثنين دول هيساعدوني في ان احنا نعمل ديليشن لو في حاجه غلط، او اديتنج لو في تيرم او في صوره او في سبيلنج ميستيك، في حاجه اقدر اخش اصلحها. الديليت تيرم وظيفتها انها تعمل ديليشن خالص لاي تيرم بكل التفاصيل بتاعته، تمام. طيب احنا قلنا الثلاثه دول هيبقوا تبع الديزاينر، ودول هيبقى ليهم سكيورتي خاصه بيهم. سكيورتي خاصة بيهم. طيب الباقيين الهوم بيج والسيرش والهلب، دول اليوزر يقدر يدخل عليهم بمنتهى السهولة، لأن هو ده التارجت من الويب سايت، يخش يعمل سيرشنج على أي كونسبت هو مش عارف، تمام. طيب في بقى تو مور بيجز هنشتغلهم، هنبدأ نشوفهم دلوقتي. الهيدر دوت بي اتش بي دي بيج موجوده في الويب سايت بتاعتي، وهي من اسمها هي هيدر، يعني انا بحط فيها التايتل، بحط فيها اللوجو بتاع الديكشنري بتاعي علشان خاطر يعني كل الويب بيجز بتاعتي يبقى فيها الهيدر دي، اعرف ان هم كلهم ريليتد لوان سايت. زي مثلا الويب سايت بتاع وزاره التربيه والتعليم هتلاقي اللوجو بتاع الوزاره موجود في كل الصفحات بتاعت الويب سايت. طيب الهيدر بتاعتي هيكون المحتوى بتاعها ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، عندي هنا بانر، والبانر اللي هي بتبقى صوره او بتبقى لوجو، الشكل اللي يعجبك اعمله. انا عامله هنا كمبيوتر ديكشنري بانر بالشكل ده، وتحتيه هيبقى الهايبر لينكس. الهايبر لينكس دي عباره عن ايه؟ الهايبر لينك اصلا هو ايه الهايبر لينك؟ الهايبر لينك يعني بيبقى لينك زي ما انتم شايفين كده، اي لينك تمام لما بتعمل كليك عليه في اكشن بيحصل. ايه الاكشن اللي هيحصل مع كل هايبر لينك من دول؟ يعني المفروض هنا ده هيفتح على الايه؟ على المين بيج، المين بيج او الهوم بيج اوف يور ويب سايت، تمام. ده اللي هيفتح على الاد تمام، الصفحه اللي احنا لسه شايفينها. ده اللي هيفتح على السيرش،
السيرش تيرم الصفحه اللي احنا لسه كنا شايفينها، وهكذا في الديليت وفي التعديل او في الايديتنج وفي الهيلب. تمام، يبقى انا كل واحده من دول هي صفحه هتفتح عليها، لينك لصفحه هتفتح عليها. وطبعا يعني الكلام ده هيبقى اكتر في العملي باذن الله. انا كمان يعني غير العمل اللي احنا هنشتغله هنا في المدرسه، هعمل كمان فيديو للعملي هلم فيه كل العمليه ان شاء الله. تمام، بس دي كده يعني بشكل مختصر يعني ايه الهيدر بيج. طبعا الهيدر بيج دي لازم تكون موجوده في كل البيجز اصلا، يعني دي كده فيكسد، يعني فيكسد بيج موجوده انسايد ايتش بيج. يعني لازم اشوف الشكل ده في المين، ولازم اشوفه في الاب، ولازم اشوفه في السيرش وفي كل البيج الثانيه. ليه؟ علشان يسهل لي ان انا اتنقل من صفحه للثانيه وهكذا. انا جوه الهيلب وعايز مثلا ارجع للمين بيج، هرجع للمين بيج ازاي؟ لازم يكون في لينكس، دي الهايبر لينكس دي موجوده في الهيلب عشان اقدر ارجع للمين بيج. انا جوه المين بيج عايز اروح مثلا سي للحذف، فانا لازم يكون عندي كل اللينكس دي موجوده في كل البيجز عشان يسهل لي التحرك ما بين البيجز كلها. طيب قبل ما نبدا بقى شغل البراكتيكال ونعرف اللي احنا شفناه البيجز ده هتتعمل على بروجرام ايه، الاول لازم ناخد كده كويك هانت عن الهايبر تكست مارك اب لانجوج او الاتش تي ام ال. الاتش تي ام ال دي ببساطه ايه؟ هي لانجوج. اللانجوج دي بقدر اعمل من خلالها ويب سايت او ويب بيجز. طيب هي بتعمل استاتيك ويب بيج. طيب احنا في حالتنا احنا عايزين نعمل دايناميك ويب بيجز او ويب سايت، ايه الحل ليها؟ ليها اشتغل اتش تي ام ال. الاتش تي ام ال انت بتحط فيه البيزكس بتاعت الصفحه بتاعتك، يعني انت عايز تحط صوره، عايز تحط تكست، عايز تحط جدول، عايز تحط باتن، عايز تحط تكست بوكس، كل ده يوزنج اتش تي ام ال. تمام، لكن الكود اللي هيشغل مثلا الباتن اللي انت هتدوس عليه، الكود ده بي اتش بي، وده ان شاء الله هنتعلمه السنه دي. طيب هناخد كده كويك فيو، مش هنتعمق في الاتش تي ام ال لان هو ده مش موضوعنا السنه دي. كويك فيو نعرف الاستراكشر بتاعت الاتش تي ام ال موجوده ازاي. الاستراكشر بتاعت الاتش تي ام ال بتبدا بتاجز، تمام، او هي كونسيست اوف تاجز. ايه التاجز؟ التاجز بيبقى محطوطين بالشكل ده بتوين براندز. تاجز وموجودين بتوين براندز. ايه البراندز اللي هم العلامتين دول؟ كده اسمهم براندز. تمام، طيب كل تاج بيبقى ليه وظيفه، كل تاج بيبقى ليه وظيفه. ايه الوظيفه بتاعت التاج بتاع ال HTML؟ الوظيفه بتاعته ان انت وانس ان انت بتقول له HTML تاج، انت كل حاجه مكتوبه تحتيها معناها ان ده كود HTML هيتعمل له running under a browser. احنا دلوقتي بنعمل ويب سايت او ويب بيج، الويب بيج دي انا هشوفها فين؟ على براوزر. فانت علشان تشوفها على براوزر يكون ال HTML بتاعك مكتوب، هقدر اعمل له running على براوزر سواء كروم، فايرفوكس، اي براوزر موجود عندك. طيب التاج الاساسي بتاعي هو ال HTML، بعد كده يجي تاج الهيد بالتايتل. التايتل اللي هو موجود بيبقى في التايتل بيج، تايتل بار، سوري، التايتل بار بيبقى موجود فيها العنوان بتاع الصفحه. انت لو فتحت جوجل هتلاقي في التايتل بار عندك فوق مكتوب جوجل، لو فتحت السايت بتاع وزاره التربيه والتعليم هتلاقي فوق مكتوب وزاره التربيه والتعليم. احنا في حالتنا هنكتب ايه؟ هنكتب هنا مكان في الجزء ده كده كمبيوتر ديكشنري. طيب بعد كده المين تاج بقى اللي احنا شغالين عليه هو البادي. البادي اللي هو جسم الصفحه نفسه. الصفحه فيها ايه؟ ايه الكونتنتس اللي فيها؟ فيها صور، فيها فيديو، فيها جدول، فيها باتنز، فيها ايه؟ كل حاجه موجوده في الصفحه نفسها بتكون موجوده ك HTML كود في الجزء بتاع البادي. طيب زي ما كل تاج احنا فتحناه، تمام، هنا البدايه بتاعته او الفتحه بتاعته، لازم كمان يبقى ليه نهايه. تمام، النهايه بتاعت التاج ازاي؟ بتبقى عباره عن سلاش
وجنبيها نفس الكلمة اللي أنا استخدمها في فتحة التاج، يعني هنا HTML، فأنا هنا قفلت بـ HT/HTML، هنا فتحت تاج للهيد قفلت التاج بتاع الهيد، تمام؟ وهكذا التايتل وكمان البادي، زي ما أنا فتحت هنا بادي، تمام؟ عملت سلاش بادي عشان أقفل التاج، تمام؟ ده كده كويك استراكشر الـ HTML. أنا عايزاكم تبقوا عارفينه كويس، لأن إحنا بعد كده لما نيجي نعمل embedded للـ PHP كود هنحطه جوه الجزء بتاع البادي. فلما اجي اقول لك خد الكود ده حطه في الجزء بتاع البادي لازم تبقى عارف الاستراكشر. لو مش عارف الاستراكشر هتوه وسط سطور الاكواد، تمام؟ طيب نخش على البيج اللي بعد كده. Some properties or characteristics of HTML. التاجز are written between brands، زي ما احنا قلنا ان انا عندي brands هي اللي انا بكتب بيها، هي اللي انا بكتب جواها، ودي مهمه جدا. اوكي، لان دي جت سؤال امتحان. most of the tags have beginning، ليها بدايه وكمان ليها نهايه. most of them، مش كلهم. طيب some tags don't have a close، ده اللي احنا بقى بنقوله ان هم مش كلهم ليهم بدايه ونهايه. في تاج بتاع البي ار ملهوش قفله او ملهوش نهايه، والتاج بتاع البي ار ده عشان نعمل بيه نيو لاين، نبدا سطر جديد، تمام؟ اوكي، طيب كمل. هنا انا بفكرك تاني، دي البيج بتاعت الهيدر، الهيدر دوت بي اتش بي، تمام؟ اوكي، البيج دي هنعملها فين؟ دي اول بيج احنا هنبدا نشتغلها اكشلي في البروجكت بتاعي. البيج دي انا محتاج دلوقتي برنامج اقدر اصمم عليه الويب بيجز. طيب ايه البرنامج بتاعي اللي انا هبدا اصمم عليه الويب بيجز بتاعتي؟ البرنامج هو المايكروسوفت اكسبريشن ويب. المايكروسوفت اكسبريشن ويب ده برنامج خاص بمايكروسوفت تبع شركه مايكروسوفت، وبيديني اوبشنز حلو جدا، بيخليك تعمل ويب بيج من غير ما تكتب HTML كود. هو اوريدي بيكتب لك ال HTML كود، بيديك صفحه بيضاء، والصفحه البيضاء دي انت بتحط عليها كل الكونتنتس بتاعت البيج بتاعتك. عايز تحط تكست، عايز تحط تولز، عايز تحط فيديوز، حط زي ما انت عايز في الصفحه البيضاء دي. وهو بعد كده بيديلك كل اللي انت عملته في الصفحه البيضاء دي في صفحه كود منفصلة كـ HTML، وهنشوف الكلام ده إن شاء الله في العملي في الفيديو بتاع العمل. طيب هنا بس ناخد كده كويك اوفر فيو عن الانترفيس بتاع المايكروسوفت اكسبريشن ويب. أول حاجة نمبر 1 عندك المين بار أو المنيو بار. المنيو بار ده اللي بيبقى فيه المنيوز، أنا كل منيو من دول أنت بتفتحها وبتقدر تشوف جواها إيه الأوبشنز المتاحة. هو ده المنيو بار، انت بنشتغل منه، تمام؟ طيب بعد كده عندي الفولدر ليست. الجزء بتاع الفولدر ليست ده مهم، بيبان لك فيه ايه؟ بيبان لك فيه اسم الويب سايت بتاعك، تمام؟ اسم الويب سايت بتاعك وكل البيجز اللي انت عملت لها كرييشن، زي ما بتبان هنا بتبان كمان في السايد فيو، يعني دي برضو كل البيجز بتاعتك، تمام؟ طيب النمبر 3 التاج بروبرتيز. التاج بروبرتيز دي طبعا هنا في الاول بتبقى فاضيه، لان انا لسه ما ابتديتش الشغل بتاعي. اول ما ابتدي دي هيبقى هتبان فيها بروبرتيز وهنبدا نستعملها ان شاء الله لما نبدا في الشغل بتاعنا. دي طبعا في النمبر 4 ده الجزء بتاع الويب سايت اللي انت هتعمل فيه الصفحه البيضاء اللي هيجيبها لك عشان تبدا تعمل فيها كريشن للبيج بتاعتك. نمبر 5 ده مهم جدا، التول بوكس. التول بوكس ده زي التول بوكس بتاع الفيجوال بيزك كده، في شوية تولز، في باتن، في تكست بوكس، في راديو بوكس، في تشيك بوكس، تمام؟ على حسب اللي انت هتحتاجه هو موجود جوه التول بوكس. يبقى انا هاجي في مرة هقول لك اعمل لي الشكل ده، هتلاقي فيه باتن، هتلاقي فيه تكست بوكس، هتاخد التولز من الجزء اللي هنا ده، تمام؟ اخر حاجة الابلاي ستايل ويندو، دي يعني مش مهمة قوي بس بتاخد سام ستايلز كده للويندو بتاعتك عشان تخلي شكلها كويس. ده اوفر فيو سريع عن الاكسبريشن
ويب، تمام؟ ده بقى الجزء ده مهم جدا جدا جدا. احنا قلنا ان الاكسبرشن ويب بياخد لي الديزاين اللي انا عملته ويحوله لي ل HTML كود. هو ده اللي حصل فعلا. ده الديزاين بتاع ايه؟ ده الديزاين بتاع الهيدر بيج. الهيدر دوت بي اتش بي. طيب نفتكر كده، كان الهيدر دي كان فيها حاجتين. نمبر 1 كانت البانر، تمام، ونمبر 2 كانت الهايبر لينكس. طيب انا دلوقتي قدامي كود، ايه الكود ده؟ تمام، الكود ده الجزء اللي انا مش هوريه لك عليه ده، ده الكود بتاع البانر. انا لما عملت الصفحه على الاكسبريشن ويب وحطيت البانر بتاعي، البانر بتاعي ده اتقلب لكود، تمام. طيب الكود ده هو ايه؟ هو الثلاث سطور دول. طبعا لازم اكون متاكد ان انا جوه البادي، ده مبدئيا. ليه جوه البادي؟ لان ده جسم الصفحه، فانت عندك الصفحه مقسومه نصين، الجزء بتاع البانر، البانر والجزء اللي تحتيه بتاع الهايبر لينكس، الهايبر لينكس، تمام. طيب انا جوه البادي، اول تاج موجود عندك التاج ده بتاع الدب. ايه التاج بتاع الدب؟ هو يعني فور ديفيجن، بتاخد بارتيشن، بتاخد جزء، بتعمل ديفايد للصفحه بتاعتك. طب الديفيجن ده او الجزء ده او البارت ده، كانك جبت صفحه كده وقسمتها، خدت منها حته من فوق زي ما انا عامله كده، زي ما انا عامله كده، خدت حته اهي. طب الحته اللي فوق دي عملت فيها ايه؟ حطيت فيها صوره. ايه اللي خلاني عرفت ان هي صوره؟ ان الاي ام جي ده، الاي ام جي ده تاج عشان احط بيه الصور. طبعا بيديك الهايت بتاعها وبيديك السورس هي موجوده فين والويتس بتاعها، بيديك كل التفاصيل عن الصور، الهايت والويتس والسورس بتاعها او مكانها فين، تمام. طيب بعد طبعا ما قفلت، بعد سوري بعد ما فتحت التاج لازم بقفل سلاش ديف. يبقى ديف دي تاج جوه ال HTML وظيفته ايه؟ وظيفته الاساسيه بياخد بارت او بيعمل بارتيشن او بيعمل ديفيجن للبادي بتاعك، للصفحه، لجسم الصفحه بتاعك، بتاخد منه جزء بتحط فيه حاجه. طيب البارت الثاني، الداف الثاني زي ما انتم شايفين، الداف الثاني ده بتاع الايه؟ بتاع الهايبر لينكس، تمام؟ طيب الداف الثاني بتاع الهايبر لينكس، انت دلوقتي عندك، انت كتبت الهايبر لينك وهنعرف ازاي طبعا في العملي ازاي بعمله كشغل براكتيكال، لكن انا بعد ما عملته وعملت له ديزاين جوه البيج، ده الجزء بتاع الكود بتاعك، تمام. انا مش هسيبك تحفظ كود، تمام، هنا احنا ما بنحفظش كود، بس تبقى فاهم لما اقول لك ديف دي معناها ايه. ديف دي معناها انك بتاخد بارتيشن وبتحط فيه حاجه، تمام. طيب انا عرفت ازاي ان دي هايبر لينكس؟ من اي اتش ريف. اي اتش ريف دي معناها ايه؟ لو يعني نرجع بالذاكره كده لحد تاني، يعني انت انتوا خدتوا الكلام ده. الاي اتش ريف بالظبط هي بتعمل ريفرنس، ريفرنس على الصفحه اللي انا هفتح عليها. يعني ايه؟ انا الهايبر لينك اصلا بتاعي هو كلمه الرئيسيه، تمام. طيب لما بعمل كليك عليه، ايه اللي هيحصل؟ ان هي البيج اللي اسمها index.php هي دي اللي هتفتح، تمام. تاني انا عندي اضافه مصطلح، ده هايبر لينك. هايبر لينك انا عملته، هنشوف الستبس بتاعته بعدين ان شاء الله. هايبر لينك انا عملته، طيب هيفتح على ايه؟ هيفتح على البيج بتاعت الاد term.php. طبعا البيجز دي لازم اصلا اعمل لها كرييشن في الاول خالص، دي اول حاجه خالص لازم تبقى عامل لها كرييشن، تبقى موجوده. لما بتبقى موجوده انت بتعمل الهايبر لينك بتاعك ان هو يفتح على البيج دي، تمام. وفي العمل ان شاء الله باذن الله الدنيا هتوضح قوي قوي قوي، الكلام ده هيبقى واضح جدا ان شاء الله. واتمنى ان انتوا تيجوا هنا المدرسه ونشتغل كلنا عملي بايدينا. طيب كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من يونت 3، تمام،
اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني من يونت 3. هنبدا بقى نشرح كده بالتفصيل البي اتش بي، وازاي هعمل البي اتش بي كود، هيتحط فين وازاي هكتبه، وكل الديتيلز دي باذن الله هنشوفها المره الجايه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.